لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. كيف ترى موازنه 2019؟ هل هي كلاسيكيه ومجحفه بشكل كبير كما راى النائب رعد الدهلكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو ان الموازنات التقديريه التي تسعى الحكومة إلى وضعها تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية لمعالجة المشكلات التي يعاني منها أبناء الشعب العراقي طيلة هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق العظيم. لذلك نجد أن الموازنات تعد في إطار غير محتسب لما ينبغي أن يحقق لأبناء الشعب العراقي المصالح الحقيقية التي ترتبط بالخدمات العامة والاجتماعية، وخصوصا ما نلاحظ أن كثير من الإضرابات أو كثير من التظاهرات التي حصلت سواء في البصرة الفيحاء أو في بغداد أو في عموم محافظات القطر إنها تركز بشكل كبير على الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها من المتطلبات الأساسية التي افتقر العراق لها منذ الاحتلال في 2003. ثم إن الموازنة الحالية التي جاءت بها حكومة العبادي كانت موازنة تحقق فقط مصالح البرلمان والحكومة والجهاز القضائي في البلد، إذ أن نسبة الموازنة التشغيلية فيها أكثر من 70%، ولا يرتبط الاستثمار فيها بأي مستوى ممكن أن يحقق للشعب أي منطلق من شأنه أن يحقق أهداف الشعب. ثم ظهرت الحالة الجديدة والتي تقول إنها موازنة حربية. الحقيقة أن العراق بطبيعته بعد أن قضى على داعش كما يزعمون لا توجد هناك أي مسلمات مرئية أو على المستوى المنظور من وجود أي حالة تستدعي أن تكون الموازنة حربية، بل أن الموازنة يجب أن أو ينبغي لها أن تكون محققة لمصالح الشعب، لكن ظواهر الفساد لا يمكن أن تتحقق مع وفرة متطلبات الشعب إلا من خلال الجوانب التي يدعون أنها محققة لأهداف العراق كالجانب الحربي الذي نحن غير معنيين به مطلقا، لأن البلد تخلص من داعش والآن يحتفل المجتمع العراقي بإنهاء داعش بشكل كبير، وينبغي أن تؤخذ بالاعتبار حالات الحاجة الملحة لمتطلبات الشعب العراقي، وهذه يجب أن يتم من خلالها تقليص الموازنة التشغيلية، وأن يحقق الجانب الاستثماري ما لا يقل عن 40% على أقل تقدير ليتيح لأبناء الشعب توفير متطلبات الحاجات الضرورية من خدمات عامة واجتماعية. يعني هذا بالحديث عن الخدمات العامة وما يحتاجه الشعب من أجل تحقيق هذه المتطلبات، ولكن هناك ديون العراق، يعني ديون العراق تجاوزت 126 مليار دولار، هل تعتقد بأن موازنة 2019 من الممكن أن تسدد حتى ولو جزء بسيط من هذه الديون؟ الحقيقة هذه الديون جاءوا بها
نتيجة الفساد، وإلا أن العراق غير محتاج مطلقا أن يقترض من أي جهة دولية أو من البنك الدولي، سيما وأن ما سرق من الموازنات العراقية هو أكثر بكثير من الديون التي تتجه الدولة للحصول عليها. أي بمعنى أي سارق من هؤلاء المسؤولين بالعراق ممكن أن يوفر الأموال التي سرقها، يمكن أن توفر للعراق أكثر من 3 موازنات، إذ أن المؤشرات تقول بأن هناك أكثر من 1000 مليار دولار، أي تريليون دولار، الموازنات من 2003 إلى 2018. تلك الأموال ذهبت بأساليب مختلفة، وتلك الأساليب كانت لغرض توفير متطلبات السراق والذين تمادوا في إسحاق ثروات البلد والحصول عليها لمنافعهم الشخصية. نعم، إذن هذه الموازنة دكتور خضير، يعني بماذا من الممكن أن تفسر؟ هناك من يقول بأن هذه الموازنة حربية خصصت أغلبها لوزارة الدفاع والداخلية. إذا كانت هذه الموازنة أسست على أهواء منتفعين منها، إذن لماذا تخصص هذه المبالغ الكبيرة للدفاع والداخلية؟ تخصص هذه لأغراض السرقة فقط، وإلا نحن لا بحرب ولا متوقع أن نقع في متطلبات حربية قادمة، إلا إذا هم أرادوا أن يختلقون قوى إرهابية جديدة ليحاربوها من أجل أن يقتنصون الأموال المتوفرة لدى العراق ويثقلون كاهل الأجيال القادمة بديون كثيرة لا مسوغ لها مطلقا. نعم دكتور خضير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.